بدرب هلا عم بركز كثير على التدريب الحمد لله عم بقدر اقدم عندي نادي كثير كويس بهذا المجال بعطي عم حسب طبعا في ناس في ناس على يعني ريا مثلا ايه مثلا ما بيبعث لك تقرير ما ينزل ان هلا كمان بشركة الاخبار كمان هني غلطه الدراسه شو انه عندنا ارشيف عملت دوبلاج ليك بدك تسال حدا خاص انا ما عندي فكره ايش عندك بالارشيف تبعك نحن كل شيء ارشيف صوت عندنا ارشيف السياسي وبتمنى تزورونا شي نهار تعرف نحن شو عندنا نحن رحله عندكم ولا كثير في عم يعمل بحث ونحن عندكم من اي مكان مش عم فتش على واحد مش بكتب مركز باليونسكو عنده بيسال عنه هو اكثر معلم معرض بالعالم للصور الفوتوغرافيه 7000 صوره عم بعرضه بقليل امين بونس من كفايه بس اليوم بالنسبه لتركيا نعم اليوم الافتتاح مش مشان المعرض مشان شيء نحن خولنا من بلديه البترون برئيسها الاستاذ مارسيلينو الحرك نطلع على تركيا ونجيب الارشيف اللي بخص منطقه البترون مدينه البترون من الارشيف العثماني ونحن بتركيا كانت علاقتنا بالبداية كانت مع مؤسسة تونس أمري بلبنان وبتركيا أكيد كانت الدولة التركية مشكورة جدا بمساعدتها لنا بالبحث عن الأرشيف والشغل بالأرشيف وسهلوا لنا كثير البحث اللي عملناه والدراسة اللي كنا عم نشتغل عليها ومن خلال أشخاص موجودين بقلب الأرشيف العثماني باسطنبول جبنا وثائق كمية من الوثائق حوالي بتخص البترون حوالي 1000 وثيقة والوثيقة أكيد بتتضمن مش عم نحكي وثيقة يعني ورقة واحدة يعني الوثيقة بتتضمن كذا ورقة منها في عنا قصص اللي بتخص مدينة البترون المشاكل اللي كانت صايرة بقلب مدينة البترون كل شيء يعني تقريبا فيها نحكي عنه يلي كان يتضمن بالبترون منطقة البترون يلي بتتضمن كل شيء بخص البترون بتحس كأنه مخفي هذا الشيء كل شيء صور فوتو واكيد يعني مشكورين انه قدروا حافظوا على الارشيف بهالفتره الطويله وهيدا نحن بنعرف انه حفاظ على الارشيف شيء مكلف جدا جدا تقدر الوثيقه تضل موجوده من 400 سنه لحديت هلا يعني كل هلا ما في وثيقه مكبوبه بالارشيف العثماني باسطنبول اربع سنين 1505-1506 تبيين اسماء موظفي وكره قضاء البترون يعني كل الموظفين الكره وكذا موجودين اسمائهم هون Uh-huh.